بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 6 ماث فيرست تيرم يونت 4 ليسون 1. يونت 4 بتتكلم عن حاجة اسمها statistics. ان شاء الله نحاول نخلص النهاردة 2 ليسون: the kind of statistical data و collecting the descriptive statistics data. و ليسون 3 هنخليه للمرة الجاية ان شاء الله، هو ليسون 4. هنبتدي على lesson 1. بيقول لي the kind of statistical data، يعني نوع الداتا اللي انا بجمعها عنك. اما اقول مثلا اسمك يا احمد، تقول لي مثلا اسمي احمد خالد كذا، بلالي بلال كذا، ماشي. طب عنوانك، والله مدينة كذا في الشارع كذا، كلام بكتبه بالليترز، ماشي. ينفع اكتبه بالنمبرز؟ لا، no. كله letters. فالنوع ده بسميه descriptive. اسمه ايه يا مستر؟ معلش. descriptive. ده اول ايه حاجة descriptive. تاني نوع اللي هو لما اقول لك مثلا عندك كم سنة، تقول لي والله مثلا 13 او 12، تمام. الساعة كم دلوقتي، تقول لي والله الساعة كذا 11 12 20. خلاص. لو انت معاك بطاقة مثلا، رقم البطاقة اي دي نمبر، تقول 529068. كل دي بتتكتب بالايه؟ بالنمبر، ماشي. لو هي بتتكتب بالنمبر بقول عليها quantitative. quantitative statistical data، ماشي. يبقى عندي نوعين، يا اما descriptive data بتتكتب كلها بالليترز زي اسمي، زي العنوان بتاعي، الادرس، لكن النمبرز بيبقى اسمها كوانتيتيف. بس هو ده الدرس يعني. هو كده بس الدرس؟ statistical و quantitative. بيقول لي في الشكل دوت name. name ده descriptive ولا quantitative؟ ها؟ يا مستر؟ النيم اول واحد ده ديسكريبتيف ولا كوانتيتيف؟ بالليترز ولا بالنمبرز؟ النيم بالليترز يعني ديسكريبتيف، صح؟ ديسكريبتيف. ديسكريبتيف، هجيب لك ديسكريبتيف. هو في ارقام برضه يا مستر؟ لا، هو اسمك فيه ارقام؟ لا. ماشي، ده يكون اسمك بلال ناين مش عارف ايه كده، صح؟ لا. كل اسمك ايه؟ ديسكريبتيف. دي اهي ديسكريبتيف وكوانتيتيف، ماشي. جريد، جريد كام؟ 6. 6 ده ديسكريبتيف ولا كوانتيتيف؟ اسمها دي ارقام يعني، اذا نكتب يبقى اكتب ايه؟ كوانتيتيف، ماشي. اوكي. الديسكريبتيف هعملها لك بالاحمر اهوت، والكوانتيتيف بالأزرق. اوكي. date of birth أحمد، date of birth quantitative ولا descriptive؟ أحمد، أحمد المايك بتاعك مقفول. نعم يا مستر. date of birth descriptive ولا quantitative؟ مستر ايه؟ نعم؟ بحل في موديل 1، ليه وصلني افتح المايك؟ ايه؟ ايوه، انا بسألك دلوقتي date of birth ده descriptive ولا quantitative؟ descriptive مستر. انا قاعد احل في يونت في موديل 1، انا كنتش عارف انك بدأت في يونت 4. انت ما كنتش مركز معانا اصلا؟ ايوه
قاعد احل في موديل 1 من ساعتها. طيب ماشي، ركز معانا بقى عشان احنا دخلنا في يونت 4 ليسون 1 تايب اوف ستاتستيكال داتا. عندي نوعين من الداتا، لو بتتكتب بالليترز بسميها ايه؟ ديسكريبتيف. لو بتتكتب بالليترز زي ايه؟ زي اسمك، عنوانك، خلاص. طيب لو بتتكتب بالنمبرز بسميها ايه؟ كوانتيتيف. بس هو ده اللي احنا قلناه. طيب ديت اوف بيرث، دي لو سألتك عن ديت اوف بيرث هتكتبه ديسكريبتيف ولا كوانتيتيف؟ كوانتيتيف، ممتاز. طب الادريس بتاعك يا احمد ديسكريبتيف ولا كوانتيتيف؟ ديسكريبتيف. ماشي. الايميل يا بلال؟ بلال يا بلال. نعم يا مستر. ايه رحت وجري فين؟ بقول لك الايميل ده ديسكريبتيف ولا كوانتيتيف؟ اللي هي ديست، اللي هي ديس ديسكريبتيف. ديسكريبتيف. طيب تليفون نمبر يا بلال؟ لا دي كوانتيتيف. ماشي. هوبيز يا احمد؟ هوبيز اللي هي الاعداد ديسكريبتيف. ستيج يا احمد؟ ايه ستيج؟ اللي هو ايه الستيج؟ المرحلة بتاعت اللي هو المرحلة كوانتيتيف. ديسكريبتيف. ديسكريبتيف برضه. برايمري صح؟ ايج يا بلال؟ ايج. اما مستر ايج ديسكريبتيف ولا كوانتيتيف؟ ديسكريبتيف يا راجل. هو ايه؟ لا لا كوانتيتيف. عمرك اللي هو ايه بكتبه بالنمبر. ماشي. اوكي ده اول درس فيه مشكلة؟ لا سهل جدا. ماشي خش على ليسون 2. اوكي مستعد. ليسون 2 بيقول لي what the collecting the descriptive statistical data. What sport do you like most؟ اكتر حاجة بتحبها ايه؟ ده سؤال سألناه لـ 40 student in class. كل واحد بيحب ايه؟ الا الفوتبول وجوجينج وهاندبول فولي بول باسكت بول. كل واحد اختار لعبه معينه يعني. ماشي. في الاخر قمت عامل لهم تيبل كده وكتبت دي السبورت وده التالي وده نمبر اوف ستودنتس. سبورت لو هو فوتبول، اول واحد مثلا قال لي فوتبول وانت معلم عليه كده قمت حاطط قدامه ايه؟ شرط. ماشي. مش عارف جوجينج او معلم عليها ان انا اخترتها خلاص شفتها وام عامل شرط تحت. هاند بول اشيلها واعمل على الهاند بول وان كده. وكل ما اجمع فور اقفلهم بايه؟ بواحدة كده عشان يبقى سهل اعدهم بعد كده. مش فاهم يا مستر. ماشي. بص يا سيدي، احنا سألنا 40 student كل واحد بتحب ايه؟ ماشي. وكتبنا السبورتس دي تحت، الفوتبول فولي بول هاند بول ايروبكس باسكت بول جوجينج. لحد دلوقتي في مشكله؟ لا لا يا ماشي. الفورتي ستودنت اول واحد قال انا بحب الفوتبول، جيت قصاد الفوتبول كده وقمت معلم ايه؟ علامه. جوجينج قمت معلم عليها فوق وحطيت قدام الجوجينج في ستودنت هنا على فكره. هاند بول قمت رايح على الهاند بول قلت لهم في ستودنت هنا على فكره. فولي بول رحت على الفولي بول وعملت في ستودنت هنا على فكره. فوت بول في كمان تو، يبقى كده تو ستودنت. باسكت بول باسكت بول. جوجينج ده في تو ستودنت هنا. ايروبكس اعلم عليها واحط قدامها ايه؟ اللي اعلم عليها احط تحت قصادها شرطه. فولي بول
شاب ايروبكس ايروبكس هاند بول هاند بول الدرس ده برضه سهل صح هاند بول راح الهاند بول باسكت بول راح الباسكت بول فوتبول ادي فوتبول ها بقى ام 3 ستودنت كده في الفوتبول جوجينج اهو بقت 3 ستودنت هي كمان باسكت بول باسكت بول عماله تزيد اهي بقت 3 برضو فوتبول اه ده بقت 4 فولي بول فولي بول بقت 3 ايروبكس ايروبكس بقى ام 3 هاند بول راح الهاند بول فوتبول فوتبول بدل ما اعمل شرطة جنبهم دي يبقوا 5 لا بعمل الشرطة دي كده بقفلهم يعني بحيث دي كده مع بعض 5 خلاص ارجع اجيب من الاول فوتبول ارجع احط شرطة من الاول هاند بول راح الهاند بول الاقي الهاند بول بقت 4 اقفلها بشرطة بقى 5 فوتبول حط كمان شرط جوجينج حط شرط بقى 4 باسكت بول باسكت بول بقوم فور فولي بول برضو بقوم فور باسكت بول باسكت بول كده فور اخليهم انا ايه فايف كده ماشي اخش على الصف اللي بعد فوت بول هي سهلة فوت بول فوت بول كمان فوت بول كمان فولي بول فولي بول أربعة أقفلهم بإيه بفايف خمس هاند بول هاند بول فوت بول أربعة أقفلهم بكمان فايف جوجينج أربعة أقفلهم بفايف هاند بول هاند بول فوت بول فوت بول فولي بول فولي بول جوجينج وان هاند بول هاند بول فولي بول فولي بول وجمعهم بقى دول كام واحد 5 و 5 10 1 11 ده عشان ايه سهل انا ايه جمعتهم بسهولة 5 و 2 7 ادي 7 5 و 3 8 ادي 8 ايروبكس 3 بس 3 5 5 اخر واحدة 6 واعمل لهم كلهم بلس عشان اتأكد ان اللي انا عملته دوت ايه صح ماشي ايوه طيب كده بطلعوا كام 40 40 يبقى انا اللي انا عملته دوت مظبوط تمام كده ايوه يا مستر واقوم عامل بقى ايه بعد ما خلصت كده اقوم عامل تيبل كمان ليهم ماشي بعمل التيبل اللي تحت ده اكتب السبورت واكتب كام واحد اشيل بقى الشرط والكلام اللي هو ايه مش ماثيماتيكال دوت واحاول اخلي شكله ايه افضل يعني تمام يعني من شوية كان اسمها اللي هي كان تالي frequency table دلوقتي description frequency اه table ايوه هي الاول كانت ديسكريبتيف فولي بول باسكت بول هاند بول انا حولتها لايه لنمبرز الفوتبول ده بقى 11 frequency table نعم اللي هي تقولي frequency table اللي هي ايه تالي اه تبقى نمبر تالي frequency table ايوه وبعدها دلوقتي بقى ال تبقى description frequency table تمام ماشي كده يبقى حولت الديسكريبتيف لايه ل للكوانتيتيف للكوانتيتيف بقت الفوتبول 11 فولي بول 7 هاند بول 8 ايروبكس 3 باسكت بول 5 كده لحد في الاخر خالص التوتال وبدأ بقى يسألني شوية أسئلة بيقول لي ايه the most popular sport is
هتكون هي يمين فوتبول لانها اكتر واحدة. احسب لها البرسنتج بتاعتها ازاي؟ 11 اوفر 40 ملتبلاي 100. ماشي. اوكي. طيب the least popular sport مين اقل واحدة؟ ايروبكس. ليه البرسنتج بتاعتها كام؟ 3 اوفر 40 ملتبلاي 100. تمام. تمام. يعني اقدر احولها واجيب كمان البرسنتج بتاعت كل سبورت. لو انا عايز البرسنتج بتاعت الفولي بول 7 اوفر 40 ملتبلاي 100، وهكذا 8 اوفر 40 ملتبلاي 100. تمام كده. تمام. ماشي. تاني بيقول لي يوسف was waiting for his school bus. Then he decided to record the color of the first 30 cars passing in front of him, which were as follow. قاعد يعد الصفاضي هو، فقاعد يعد الايه؟ الكالرز بتاعت السيارة دي. ديسكريبتيف الكالر دي، ديسكريبتيف وايت جرين ريد ريد بلو بلاك ريد وايت بلو بلاك كده يعني. وعمل لهم نفس التالي اللي احنا عملناه، وسأل نفس الأسئلة: what is the most common color in the neighborhood and what is the percentage. ماشي. دي تعرفوا تعملوها ولا ايه؟ اللي هي 8 over 30. ايوه بس التالي دوت تعرفوا تعملوه ولا في مشكلة؟ لا نعرف نعمل. ماشي يا بلال، سهل ولا صعب؟ يا بلال يا بلال بلال، مثلا بتاعكم مهنج بس كنت عايز افتح المايك. انا فهمت فهمت. طيب يلا نحل. يلا ماشي. هتحلوا دلوقتي question 4 و question 5. ماشي. شايفينهم قدامكم؟ اه شايف. ماشي يلا بسرعة.